السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بالصحة والهنا. إن شاء الله تشوفونا على قناة سي بي سي بنا، قناة المرأة الجزائرية. وحلقة النهاردة حلقة خفيفة جدا جدا، يعني تنفع معاكي في السحور وتنفع للناس المسافرين اللي هيفطروا برا في الطريق، نحضر لهم الفطيرة الحلوة دي وياخدوها معهم في الطريق بالصحة والهنا. هنعمل النهاردة حلقة الفطاير. ايه هي انواع الفطاير المصريه وانواع الفطاير؟ هي تركيه كده اخذناها من اصحابنا التراكوه. طبعا احنا عارفين ان كان في اتراك في مصر كانوا عايشين مده كبيره جدا جدا، فالثقافه بتاعت اكلهم دي اتنقلت لنا اوريدي. عندنا النهارده الفطيره اسمها الجزلامي. دي فطيره بنحشيها لحمه مفرومه، بنحشيها سجق، بنحشيها مكسرات ونحط عليها عسل، يعني بتنفع حلو وحادق معانا. عجينه سهله جدا وخفيفه والريسيبي بتاعها مش مكلف وحلوه جدا جدا علشان برضو الصغيرين والكبار. طيب اول حاجه عندي كيلو دقيق. الدقيق اللي هو الدقيق الابيض ده اسمه الفارينه، بلاد كتير بتسميه بالاسم ده علشان اختلاف اللهجات. دي القمح هتجيبيه وهتنخليه كويس جدا. بسم الله الرحمن الرحيم، عايزه انزل كده عشان ما نبهدلش الدنيا اهو. شويه دقيق حلوين على قد مثلا 3 4 فطاير كده، يعني على على حسب العدد اللي عندك اهو. ادي الدقيق، هنحط عليه شويه ملح ابيض. اول حاجه هنعملها طبعا العجينه، لان العجينه لازم تستريح شويه لحد ما نحضر الحشوات والفرسه اللي هنحطها جواها. اهي معلقه ملح حلوه، ملح سنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم في العجين، لازم نحط له ذره الملح. عندي كمان ايه؟ عندي ميه دافية شوية مش سخنة عشان ما تحلش العرق بتاع العجينة اهو. شوية مية بس فترة، يعني دافية كده. بسم الله الرحمن الرحيم، ما تكونش بتغلي. ادي المية وهنقلب تقليبة خفيفة بحيث بس ان الدقيق يتفتل معايا، يبقى مفتول يتلم بس لما كده، وبعدين هنضيف له بقية المكونات. حطيت له كمية الدقيق وادي كمان هنضيف له كمان شوية. بالمناسبة ممكن تعملي الفطيرة دي بنوعين دقيق، يعني ممكن تضيفي لها برضو شوية سن علشان القطمة بتاعت الفطيرة تبقى بتقطم معاكي متبقاش بتمط. وكمان ممكن تضيفي لها شوية دقيق ذرة، تضيفي لها الردة، يعني ممكن تعملي ميكس. ميكس الفلاورز بيبقى حلو جدا، الطعم بيبقى متميز شوية. الفطاير ما بتاخدش خميرة، ولكن علشان التسوية بتاعتها تبقى كويسة تديها مثلا معلقة بيكنج باودر لو انت حابة. انا مش حابة بصراحة النهاردة اديها بيكنج باودر، انا عايزة اديها بس شوية اعشاب وهدي العجينة بشرة ليمون، وهديها كمان يا ستي الزبدة اهي، وعندي شوية زيت وبيضتين. البيض هيخلي العجينة تبقى مورقة بعد ما تتخدم كويس، يعني هتستريح ونفردها ونرجع نفردها تاني اكتر من مرة. ادي اول حاجة كده بس عندي البيضة اهي، وادي كمان واحدة. بسم الله بسم الله اهي زي الفل. ناخد بقى كل المكونات الحلوة دي علشان نضيفها واحدة واحدة زي ما هوريكي. هنحط البيض علشان يمتزج مع الدقيق وبشر الليمون. العجينة تبقى مفحفحة كده شوية، يعني ده نوع من أنواع الزيست يخلي اللقمة طعمها حلو. وشوية أعشاب، اي نوع اعشاب عندك، ممكن تحطي روزماري، ممكن تحطي زعتر، تحطي الاعشاب الدراي دي بتخلي اللقمه طعمها حلو جدا جدا، متميزه. تست
قلبها كويس كده علشان العجينة تتلم. تتلم من كل الاتجاهات. هنديها شوية زيت اهو اخر حاجة كده، ومكعب زبدة يلمولي العجينة. الزبدة لازم تكون برة التلاجة بقالها مدة علشان تبقى سوفت معاكي كده وتمتزج كويس جدا في مع الدقيق. مكعبين صغيرين هيطعموا العجينة ويخلوها مفلفلة وكويسة. كده العجينه بقت زي الفل والحمد لله اهي. سلكيها كده العجينه يبقى قوامها ينضف ايدك كده، وخلي بالك الميه لو سخنه هتحل منك العرق بتاع العجينه، هتخلي العجينه بتاعتك سايحه وتاخد وقت كبير جدا في اللم. كده اهو عندي البوله الحلوه دي علشان ننقل فيها العجينة، تستريح شوية. لحد ما نقطعها، بسم الله. اهي. كده هندي العجينة دي رشة سمسم. علشان اثناء التقطيع يبقى السمسم برضو كده اهو. تتغطى كده بالسمسم قبل ما تتشال. عندي البلاستيك اهو، البلاستيك ده لازم يكون عندك في المطبخ على طول، تغطي بيه المعجنات، تغطي بيه حاجات في التلاجة، يعني ده اساسي عندنا في المطبخ اهو. ومش هتدخليها التلاجة بقى علشان تطلع وتبقى كده في درجة حرارة الغرفة العادية. هنخليها هنا جنبي علشان دلوقتي هعمل الفرسة وبعدين هرجع اقطعها تستريح تاني، زي بالظبط الخطوات اللي انت هتشوفيها معايا اهي. عندي مكعب زبده، شويه زيت الاول، شويه زيت هنا، وشويه زيت هنا. هنعمل نوعين مختلفين من الحشوات. عندي حشوه السجق اللي هي النقانق، وعندي الحشوه بتاعه اللحمه المفرومه، وكمان حشوه جبنه للناس اللي ما بتاكلش لحوم. يعني بص احنا هنعمل النهارده ثلاث انواع فطاير في منتهى الجمال. اي نوع جبنه برضو، عايز تستخدمي الجبنه الموزاريلا، عايز تستخدمي الجبنه القريش اللي هي الفلاحي بتاعت مصر دي، بتاعت اللبن الحليب، ممكن برضو تستخدمي الجبنه الفيتا اللي موجوده في السوبر ماركت، تحطي عليها زعتر وزيت زيتون ونعناع، نعناع ناشف او النعناع اهي تمام، او النعناع الفريش برضو هتبقى معاكي زي الفل. بسم الله، عايزه كده نروق العمليه هنا عشان الدنيا تبقى جاهزة. ادي المعلقة، وادي كمان معلقة. عندي بصلاية مبشورة، وادي النقانق اللي هي السدق عندنا احنا في القاهرة، وادي اللحمة المفرومة. هنشوح هنا شوية بصل وهنا شوية بصل اهو، وبعدين هننزل هنا باللحمة كده اهو. الناحيه دي لحمه، والناحيه الثانيه السجق يكون متقطع كده علشان يطلع لي الميه بتاعته بسرعه، الميه بتاعت السجق تطلع بسرعه، وتدوسي عليه كده بقى. المره دي عايزينه مهري، يتهري يعني يستوي، يبقى زي اللحمه المفرومه. ولكن التست ده غير التست ده. طعم النقانق واخده بهارات، واخده اللي هي طعم السجق بيبقى مختلف عن طعم اللحمه المفرومه. فاحنا هنقلب كده اهو، عشان اللي بيحب التوابل والبهارات والحاجات المتحبشه، اكله في منتهى الجمال وبتتاكل في اي وقت بقى. يعني مش لازم ناكل دي على جوع، يعني واحنا في مصر كده عايزين سناكس بناخد دي بين الوجبات. يعني دي مش اكله رئيسيه، ممكن تنفع برضو للصغيرين وهم رايحين المدارس، يتعمل لهم في اللانش بوكس معاهم
ياخد فطيره معاه باللحمه زي البيتزا كده، نوع من انواع البيتزات الشرقيه اللي هي ثقافتنا احنا. عندهم في ايطاليا وفي الغرب يعجنوا عجينه البيتزا ويسيبوها تخمر ويحطوا عليها جبن وسلامي ومش عارفه ايه الحاجات التانيه دي. احنا عندنا دي زي البيتزا الشرقيه كده، نعجن العجينه المخصوصه بتاعتنا، العجينه المعموله بالزبده، العجينه ممكن تعجنيها باللبن لو انت حابه، وتحشيها الحشوه دي، هتقفليها وهتسويها بالشكل البسيط جدا جدا اللي هقولك عليه. كان عندنا زمان في الارياف في الريف المصري كان في افران، الفرن مبني بالطوب الطينه، طوب اللبن، طوب الني. فالفرن ده كان بنقيده بالفحم والخشب بتاع الشجر، خشب شجره المشمش، خشب شجر البرتقال، فكان اسمه الوقيد. لما اي حاجه بتتخبز جوه الفرن ده ونيجي ان العيش، القرص، الفطاير دي، الحاجات دي كلها بتخبزيها جوه الفرن بتبقى سموكي، مدخنه، معموله على الخشب، معموله على الفحم، بتبقى في منتهى الروعه. والريف المصري عندنا بيتميز قوي بالاكل ده، ان هو بيسوي معظم اكله. طبعا دلوقتي المودرن ستايل والحياه المدنيه دخلت كل الاماكن، ما بقاش فيه دلوقتي الريف المصري الاصيل زي ما بقاش فيه البساطه قوي بتاعت زمان، ولكن لسه في ناس برضو محتفظه بركن كده جوه البيت. بيوت كبيره جدا دلوقتي بقت كلها مودرن ومحتفظين لسه بالركن القديم ده، الفرن، الطينه، الفحم، الكانون، الحلل القديمه خالص اللي هي الحلل النحاس. بصراحه جو جميل جدا، جو رائع، والواحد بيشتاق له، دايما نشتاق للاكلات القديمه والجو القديم البسيط ده. اهي هنديها بقى شويه توابل خفيفه كده علشان الفرسه كده تبقى جاهزه معايا. عندي فلفل اسود، طبعا الاثنين هياخدوا فلفل اسود لان دي اللحوم اهو، فلفل اسود فريش الحلو ده. ما تنسيش ان السجق او النقانق بتبقى اصلا واخده توابل، واخده بهارات السجق، فبتبقى جاهزه، جايه لك جاهزه من عند العطار. هحط لها بس شويه بهارات لحمه وسيكه ملح، شويه ملح صغيرين. ادي شويه بهارات اللحمه اهي عشان اللحمه تبقى متحبشه ومعايا رائعه اهي، وشويه ملح صغيرين خالص اهو، رشه كده تست بس اهو. وهنطفي عليهم بقى علشان مش عايزينهم ينشفوا. زي ما انت شايفه السجق بيطلع في يعني في قلب الحشوه بتاعته بتبقى فيها دهون، نسبه فاتس كبيره، فاركني كده على جنب. وطبعا ده كله مش هيدخل لي جوه الفطيره علشان ما يسيحهاش مني. هنلم كده الدنيا ده اهو، هوريكي بقى دلوقتي ازاي تقرصي الفطيره وتحضريها علشان تتفرد وتتحشي. ادي صينيه اهي، ودي كده العجينه تقريبا استريحت، العجينه بتاعتك عجينه بالسمسم حلوه جدا اهي. ادي الفطيره، شايفه العجينه؟ كل ما تخدمي العجينه تطلع معاكي ناعمه وتبقى حلوه 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 جدا كده اهو بالشكل ده. هتسيبيها هنا، هتقطعيها على حسب عدد الافراد اللي عندك. احنا عشان بسم الله ما شاء الله احنا كتير، فعملنا حبه حلوين كده عشان الناس كلها ايه تنبسط، لازم الناس تبقى مبسوطه. وبعدين زي ما قلت لك دي مش مين كورس ولا وجبه اساسيه، احنا بنعمل الكلام ده عندنا زي سناكس كده، لما نكون نحب ان نفرح الضيوف نعمل لهم حاجه كده اضافيه، نعمل لهم الفطاير دي تبقى طعمها جميل جدا، زي المقبلات، زي المقبلات جنب الاكل. طبعا ممكن تتعمل فاضيه، يعني اللقمه دي برده مفيش مشكله تستوي فاضيه، ولكن هي الحشوه بتاعتها هي اللي هتديها معنى، يعني فطيره محشيه. عندنا محلات كتير قوي في الحسين، منطقه اسمها الحسين عندنا في مصر، منطقه مشهوره جدا سياحيه من التراث القديم، التراث الاسلامي القديم. في محلات فطاير متميزة جدا، فطاير الشرقية دي بتقدم بقى بأكتر من طريقة، عندهم مليون حشوة اهي.
وهو برضو البلاستيك ما نستغناش عنه، لازم تغطيها علشان لو الطبقة الأولانية دي نشفت وانتي بتفرديها هتتقطع منك ومش هتبقى كويسة، فلازم تتغطى كده كويس جدا بالبلاستيك كده اهو. ادي يا ستي الفطاير هتستريح. دلوقتي هنطلع فاصل وهنرجع عشان نفرد الفطير ونسويه. اهلا وسهلا بيكي مره تانية بعد الفاصل، وادي يا ستي العجينه بعد ما استريحت شويه. العجينه دي طبعا ما بتاخدش خميره زي ما قلت لك، عجينه الفطاير ما بتخمرش، هي بترفع شويه وبعدين بتفرديها كده زي العيش، زي العيش البطاطي اللي هو بتاع مصر. عندنا نوع عيش جميل جدا اسمه عيش بطاطي، حلو جدا اهو، بس ده فطيره زي البيتزا الشرقي اللي بتتعمل في المحلات زي ما قلت لك زمان، بتتفرد كده. لازم تكون العجينة بتاعتك عجينة مستريحة مخدومة كويس جدا جدا، وزي ما قلتلك ممكن تسويها بأكتر من طريقة. احنا عندنا في الريف المصري بنسويها في الفرن الحطب اللي هو بنعمله الوقيد، اللي هو الخشب والفرن اللي مبني بالطينة والحاجات دي كلها، ولكن هنا علشان عايزة أوريك الطريقة البسيطة بتاعة تسوية الفطير هنعملها على الصاج. الصاج السخن سوينا عليه قبل كده عيش وسوينا عليه قبل كده الرقاق، يعني برضو شغال زي الفل اهو. ادي اول واحدة، بعد ما تتفرد كده هتسيبيها تستريح شوية وهتفردي واحدة غيرها علشان هي لازم تبقى أرق من كده، تتفرد على مرحلتين. وادي التانية اهي، نديها كده. العجينه دي واخده زيت، واخده زبده، واخده ملح، واخده سمسم، السمسم اللي رشيناه في الاخر، برده السمسم فيه شويه زيوت يعني هيساعدوكي شويه، هيساعدوها في التسويه. وكمان السمسم فيه كالسيوم، السمسم معلقه السمسم بتعادل معلقه السمسم الصغيره بتعادل كوبايتين لبن، كوبايتين من الحليب، يعني حتى كمان الفطيره رائعه جدا. ممكن برضو زي ما قلتلك تعجنيها بلبن هتبقى معاكي حلوة قوي. ادي التانية، عندي بقى شوية عصير ليمون. العصير الليمون ده هنضيفه على اللحمة بعد ما بردت كده بالشكل ده، هيديها مزازة. والعجينة واخدة بشر ليمون، هنديها برضو، انا هدي هنا للي هو السجق او اللي هي النقانق، هديها شوية فلفل اخضر حار علشان يدلع لي الفطيرة كده شوية، يخليها مولعة مفلفلة اهي على البارد بعد ما استوى. ممكن كمان لو حابة تضيفي زيتون مفيش مشكلة، اصل هي بتبقى يعني ايه مسألة اراء يعني. خدها كده الدقيق وارجع تاني على الفطيرة المستريحة دي، دوس عليها كمان شوية كده علشان لما تقفليها تبقى كويسة. طبعا في حد ممكن يفردها كده ويحط عليها زبدة بالشكل ده اهي، يفرد على العجينة زبدة ويطبقها ويسيبها تستريح وترجع تاني، يعني ده برضو نوع من انواع تبنيط الفطاير. ولكن عشان وقت البرنامج انا بس هقولك على الطريقه، احنا فعلا عملنا كده، انا بس عايزه اوريكي هتطبق تاني وهترجع تستريح وبعدين ترجعي تفرديها تاني عشان تبقى معاكي مورقه زي الكرواسون. طيب انا دلوقتي هاخد اللحمه، الحشوه بتاعت اللحمه هحطها كده في النص اهي من غير المية، صفي منها المية كده علشان ما تسيحش الفطيرة على الصاج. زي ما قلت لك عايزة تضيفي لها زيتون، عايزة تضيفي لها
مثلا شويه جبنه موزاريلا، ولكن الفطير البلدي الشرقي بتاعنا احنا ما بنخليهوش مودرن ستايل قوي، علشان البلدي يوكل، البلدي بلدي. وهتدوسي عليها كده اهو، ادي البقدونس مفيش مشكله خالص، دي هرش الدقيق عشان تقفل. الفطيره دي في ناس بتقول عليها الجزلامي، اكله من ضمن الاكلات التركيه اللي احنا اتعلمناها من الثقافه بتاعه التراكوة. دي هرش الدقيق خفيفه وامشي عليها ماشيه بالراحه خالص، علشان بس ايه تتفرد اهي زي الفل. ورشه سمسم كده، وتدوسي عليها علشان السمسم يغرز جوه العجينه. وادي يا ستي الفطيره بتاعتك اهي جاهزه وسليمه وزي الفل. طيب ايه المرحله اللي بعد كده؟ الصاج هيدهن زيت خفيف خالص، يعني انا مسخنه الصاج اهو كده اهو، معلقه زيت صغيره كده في النص خفيفه خالص اهي، وهتهدي بقى النار اهي، جيب منديل وتمسحي الصاج مسحه زيت علشان هو كده كده مش هيلزق اهي، بصي كده اهو يبقى ممسوح وبيلمع وسخن وجاهز وزي الفل. تقوم الفطيره اول ما تنزل عليه بسم الله كده اهو تستوي وتاخد اللون. خليها بقى على الهادي خالص، على نار هاديه كده لحد ما نحضر الثانيه، فطيره السجق. فطيره السجق دي برضو من الفطاير الرائعه، والنقانق كل الناس بتحبها. دي بقى اللي ممكن تلعبي فيها زي ما انت عاوزه بقى، ممكن تحطي لها شويه جبنه، انا هحط لها دلوقتي عشان انا بحبها بالطعم ده بصراحه، بحب السجق مع الجبنه مع الشطه والبهارات، رائعه جدا جدا اهي، حلوه قوي. ومسحه الزبده، مسحه زبده خفيفه، اديها برضو شويه زيتون. شايفه الزبده علشان هي مخدومه كويس وطالعه بره التلاجة من مده، فسهله معاكي، تحس ان هي سوفت كده وبتشتغل معاكي بسرعه. ورشه الاعشاب على العجينه، عندي شويه زيتون اهي برضو يدلعوا العمليه شويه، شويه جبنه، جبنه شيدر، جبنه موتزاريلا اهي، فطيره بقى جامده جدا. وادي يا ستي السجق المشطشط بتاعنا اهو، شغل بيتي خالص، سهله جدا تعمليها في اي وقت، تبقى عندك الحاجه جاهزه في التلاجة. عايزه تتسحري، حد من الصغيرين جاع فجاه، مسافر، ساندويتش خفيف اهو كده، وهتقفليها كده اهو تربيعه تبقى مربعه بالشكل ده، وهتدوسي عليها عشان تقفلي العجينه، تديها كمان رشه دقيق خفيفه اهي علشان تقدري تبططيها كده تاني، تشكل. احنا كده بنقول دي عليها تشكل مع بعضيها، الحشوه تشكل مع العجينه. طيب انا عندي دلوقتي الاولانيه اهي، شوفي بدأت تستوي، هي كده لسه ما استويتش، هي لازم تستوي على نار هادية علشان تبقى معاكي العجينة من جوه مستوية. احنا هنقلبها بقى كده، ممكن تديها تلميعة زيت برضو، رشة زيت خفيفة خالص برضو تلميعة، وهتساعدها ان هي تستوي اهي بإيدك كده او بفرشة، وتلمعي الفطيرة شطرة 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 اهي، تقومي قلبها كده وادي فطيره السجق. زي ما قلتلك الحشوات كتيره ومختلفه. طيب احنا دلوقتي عايزين نعمل فطيره حلوه، وادي جلوفز
الفطاير دي بقى بتليق معاها قوي القرفه الباودر، رشه قرفه كده في النص بتخليها جميله جدا. مش عايزين ننسى الفطيره اللي على النار، ريحتها حلوه جدا، عجينه فريش وجميله. ادي الطبق، بسم الله، اهي اول فطيره استوت. هنمسح طبعا الصاج مسحه خفيفه عشان تحطي الفطيره الثانيه بتاعه السجق، وانتبهي لتسويه الفطيره بالسجق ما دام فيها جبنه، يعني لازم تستوي على حراره هاديه علشان الجبنه هتسيح بسرعه جدا من حراره الصاج. حطي كده مسحه زيت بالمنديل، توزعيها كويس او بالفرشه اللي هي الخاصه بتاعه الحراره، اهي بسم الله. ادي اول فطيره. العجله دي بقى او السكينه، السكينه بتاعه المطبخ العاديه ممكن تقطعيها، تتقطع كده بقى مربعات، يعني هي علشان على حسب التقطيعه بتاعتك، الحشوه بتاعتها لازم تبقى كده واضحه معاكي. وادي يا عم حسونه الفطاطري اهو، ادي اول واحده بالهنا والشفا. طيب برضو هنغير الجلوفز عشان هنشتغل في الفطيره الحلوه. عندنا مشاكل هنا موضوع الجلوفز ده، ازمه الجوانتي. خلص علبه في الحلقه اهي. اي نوع مكسرات عندك هتستخدميها، الجوز الهند هتبقى حلوه جدا جدا، هتعطر لك الاكله وتخليها معاكي زي الفل. اهي تفرديها كده وتحشيها اي حشوه، والفطيره المسكره اللي هي محشيه مكسرات وجوز هند والحاجات دي كلها الحلوه دي بتتسقي عسل، بيترش عليها عسل في الاخر. طيب انا هفردها دلوقتي وهطلع فاصل، وكون محضره لك بقى كل الفطاير، خليكي معانا بقى. والعسل النحل، ادي الفطيره الحلوه حشيتيها بالمكسرات، وفي الاخر خالص تديها لمسه عسل كده، عسل نحل، يعني ما تعمليلهاش شربات. الفطاير ما بتحبش الشربات زي الكنافه والقطايف وزي الرواني وزي الزلابيه وبلح الشام، الفطاير ليها طابع خاص، لازم تبقى ما دام معموله بطريقه بسيطه لازم كمان تتسقي بطريقه بسيطه. ادي الفطيره الحلوه، وعملنا كمان فطيره جبنه، وزي ما قلت لك اي نوع جبنه انت تحبيه، وعملنا كمان فطيره اللحمه وفطيره السجق. ان شاء الله تكون حلقتنا النهارده خفيفه وظريفه على قلبك، وباذن الله تشوفينا على قناه سي بي سي بنا في قناه المراه الجزائريه. ورمضان كريم. باي باي.